بدنا العرب يقدروا هذه الارض وهذا القدس الشريف هذا. واحنا بنتامل ان شاء الله ربنا السنه الجايه تبقى محررين يا رب العالمين يا الله. نابلس الوحيده في الضفه اللي بتحيي الذكرى هذه على اصولها، كل سنه بيجوا حتى من القدس بيجونا وشاركونا. هلا في عده ثانيه في السوق الشرقي تتجمع معنا وتمشي معنا. الناس يتهني بعض ويباركوا لبعض، وزعوا حلو بالشوارع، فهمت علي؟ هلا عشان الوضع اللي صار شهداء وجرحى وانت شايف الاعتقالات، فالناس بطلت هاي. هلا يعني بس بجوز العده بتاعت الشيخ نظمي اللي راح تطلع في الشوارع تطبل، فهمت علي؟ هلا من اول كانوا بالاسراء والمعراج الناس يعزموا بعض، يروحوا يباركوا لبعض ويهنوا بعض ويستقبلوا بعض. اليوم ما فيش يعني هاي الظاهريه اختفت قليل.